بسم الله الرحمن الرحيم. المقاطع السابقة ناقشنا بها القواعد الأساسية لتصنيف السيجنالز، وذكرنا أنه يمكن تصنيف الإشارة إلى 6 أبواب، خلينا نسميها، أو 6 عناوين. يعني ممكن تصنف الإشارة على أساس أنه هي continuous or discrete signal، ممكن تصنف الإشارة على أساس أنه هي دورية أو غير دورية، periodic or non-periodic، ممكن تصنف الإشارة على أساس أنه هي even or odd، أو يمكن تصنيفها على أساس محتواها من الطاقة أو الإنرجي، من القدرة والطاقة. يمكن تصنيفها على أساس أن هي deterministic or random، ويمكن تصنيفها على أساس أن هي real or complex. هذه القواعد أو هذه هي الأبواب الستة اللي يمكن أن تصنف الإشارة على أساسها. أذكرنا المفاهيم الأساسية، الخطوط العريضة لكل واحد من هذه القواعد، يعني كيف تصنيف الإشارة على أساس هي random، كيف تصنيفها على أساس deterministic. المهم أذكرنا القواعد العامة وناقشنا بالتفصيل كيفية أنه إجراء خلينا نسميها القاعدة الأساسية، ومن ثم اتخاذ القرار. أوكي، هذا المقطع راح ناقش به 10 أسئلة بصيغة أسئلة خلينا نقول أنه MCQ، خيارات متعددة. وظيفة هذا المقطع هو مراجعة للمفاهيم الأساسية اللي ذكرناها، بمعنى أنه الطالب ممكن يشيك على نفسه هل هو فاهم القواعد الأساسية اللي على أساسها راح أبدي بتصنيف السيجنال أو لا. زين، فخلي أبدي هسه بهذه 10 أسئلة، كل سؤال إلى خلينا نقول أنه مجموعة من القواعد، وراح نبدي بشرح الاختيار الصحيح بعد ما نختاره. طيب خلي أبدي هسه بالسؤال الأول. السؤال الأول: What is signal valid function؟ سؤال: What is signal valid function؟ أحيانا يمر علينا هذا العنوان أنه signal valid function، هل هو نقصد به signal value for all instant of time، أو المقصود به unique value for every instant of time، أو المقصود به هو a signal pattern is followed by after t interval، او المقصود هو different pattern of values is followed by after t interval of time. خلي اشرح السؤال حتى تكون واضحة بالنسبة لك. خلي افترض انه انا عندي signal، هذه signal هي x of t، هل يمكن ان اطلق على هذه signal x of t انه single valid function؟ بمعنى هل انه signal valid function هي تمثل قيمة الاشارة في أي لحظة من الزمن، أو هي قيمة خاصة أو قيمة فريدة أو قيمة معينة عند أي لحظة من الزمن، أو هي تمثل الباترن مالت السيجنال زين عند لحظة معينة اللي هي تي، أو هي تمثل الباترن المختلف لقيم مختلفة من الزمن؟ هذا المقصود. زين، الجواب أنه من يطلق هذا المصطلح اللي هو single valid function، نقصد به هو عبارة عن قيمة معينة، unique value، قيمة معينة for every instant of time، يعني لكل لحظة من الزمن هذه signal x of t راح تكون لها قيمة معينة. باللحظة t1 لها قيمة، باللحظة t2 لها قيمة. إذا تحقق عندي signal بهذا الشكل، بهذا التعريف، هذه راح نطلق عليها اسمها signal valid function. فبالتالي الخيار الصحيح مالتي راح يكون هو الخيار رقم B. هذا ما يتعلق بالسؤال رقم 1. السؤال الثاني: In real valid function and complex valid function، يعني إذا كان عندي real valid function، نقصد بالfunction signal، يعني أنا عندي signal، هذه signal خلنا نفترض إنه هي real signal، وعندنا signal ثانية خلنا نفترضها complex signal. بهذول الreal signal والcomplex signal، هل الزمن التايم هل هو real أو هو complex أو هو imaginary أو don't predictable؟ زين، اولا نفكر لي بالسؤال. عندنا اشارتين، هذول الاشارتين صنفنا واحدة من عندهم على اساس هي ريال سيجنال، وصنفت الاشارة الثانية على اساس هي كومبلكس سيجنال. هل الزمن بهذول الاشارتين هو ريال، كومبلكس، ايماجينري او غير محدد؟ فبالتالي اولا فكر لي بالزمن. الزمن ما له علاقة بتصنيف السيجنال، ما له علاقة بخصائص السيجنال، فبالتالي الزمن هو دائما ريال. الزمن ما له علاقة بكون الإشارة كومبلكس أو كونها ريال. زين، الزمن هو أولا نسميه الـ independent variable
زين يعني بمعنى من اكتب انه انا x of t x of t دائما x of t مثلا y تساوي لي x of t y نسميه هو dependent تابع بينما t نسميه independent اللي هو مستقل زين فبالتالي الخيار مالتي انه الزمن هو دائما real value الخيار مالتنا راح يكون هو الخيار اي زين سؤال رقم 3 سؤال رقم 3 discrete time signal is derived from continuous time signal اذكرنا انه الاصل بالسيجنال مالتنا ان هي تكون continuous time signal حتى انتقل الى حالة الديسكريت لازم اجري عملية او لابد من عملية يمكن انه ان نعملها على السيجنال حتى احولها من حالة continuous time الى حالة discrete time هذه العملية هي addition, multiplication, sampling او addition and multiplication طبعا احنا نوهنا لهذا الموضوع وشارحيه بالتفصيل العملية اللي لازم ندريها حتى نحول السيجنال مالتنا من حالة الكونتينوس تايم سيجنال الى حالة الديسكريت هي عملية السامبلينج بمعنى انه الاشارة مالتي اللي هي حالة الكونتينوس تايم سيجنال راح اضربها بترين اوف بلسز ترين اوف امبلسز الحالة الايديال وترين اوف بلسز الحالة العملية زين وبالتالي انه انا اخذ عينات من السيجنال الانفلوب الخارجي او الاطار الخارجي للسيجنال يبقى نفسه ان كانت هي ساين ويف ان كان هي سكوير ويف ترينجل ويف الشكل الاطار الانفلوب يبقى نفسه زين وتتحول الاشاره مالتي من حاله الكونتينوس الى حاله الديسكريت فبالتالي الخيار مالتنا هو الخيار سي سؤال رقم 4 ايفن سيجنالز الاشارات اللي هي تصنيفها على انه اشارات زوجيه ار سيمتريك اباوت ذا فيرتيكال اكسس هذه الاشارات تكون هي متناظره حول المحور العمودي true or false طبعا الخيار مالتنا او الكلام هذا صحيح الاشارات الزوجيه هي الاشارات اللي يتحقق بها مبدا انه قيمه الاكس اوف تي تساوي لي قيمه الاكس اوف ماينس تي او تكون هي سيمتريكال اباوت ذا فيرتيكال اكسس فبالتالي عباره صحيحه والخيار مالتنا هو الاي طيب سؤال رقم 5 اذا كان اكس اوف ماينس تي يساوي ناقص اكس اوف تي then the signal is said to be اولا انتبه لي على التعريف اذا كانت ال x of minus t تساوي ناقص x of t زين then the signal is said to be هل هي even signal او هي odd او هي periodic or non-periodic signal احنا شنو كان تعريفنا يعني من عرفنا الاشارات على كونها even او odd اذكر التعريفين ال even signal اللي ينطبق عليها مبدا اما تكون الاشاره مالتي هي متناظره على الواي اكسس او الفيرتيكال اكسس او تكون قيمه الاكس اوف تي تساوي لي ناقص الاكس اوف ماينس تي الاو سيجنال هي السيجنال اللي راح تكون متناظره على نقطه الاصل او تكون انه قيمه الاكس اوف تي تساوي ناقص الاكس اوف ناقص تي زين هذا الشرط اذا طبقه هسه على التعريفين زين طبعا البريودك والنون بريودك هو خارج هذا التعريف اذا راح استثنيهم اذا هي هذا التعريف اما هو خاص بالايفن سيجنال او خاص بالاود سيجنال من اطبق القاعده الرياضيه راح يكون الجواب مالتي انه هذا التعريف هو خاص بالايفن سيجنال خاص بالايفن سيجنال ارجع هسه قارن العلاقتين وطبق على اشاره خلينا نفترض هي اشاره الكوساين راح اشوف انه هذا التعريف هو تعريف الايفن سيجنال سؤال رقم 6 سؤال 6 which of the following is true اي من هذه العبارات هي صحيحه for complex valid function يعني اي من هذه العبارات هي متعلقه بحاله الcomplex valid function احنا صنفنا الاشارات واحده من القواعد ذكرناها يمكن تصنيف السيجنال على اساس انه هي complex او real طيب هذه العلاقات الاربعه من هي صحيحه متعلقه بحاله الcomplex valid function هل انه قيمة ال x of minus t تساوي ال x conjugate of t او انه قيمة ال x of minus t تساوي لنا حالة ال x of t او انه ال x of minus t تساوي ناقص ال x of t او ال x of minus t تساوي لل x conjugate of minus t عندنا قاعدة اذا كان انا عندي اسئلة بصيغة الخيارات وكان عندي مجموعة خيارات تقريبا متشابهة وكنت متردد في كيفية تحديد الإجابة الصحيحة استخدم مبدأ الحذف شنو مبدأ الحذف؟ يعني أولا أبدي
بحذف او استبعاد العلاقات اللي هي شنو تكون متاكد من عندها خطا. يعني مثلا هذه العلاقه اللي هي سي اكس اوف ناقص سي تساوي ناقص الاكس اوف تي، هذه علاقه متعلقه بمن؟ بحاله الايفن فانكشن، والسؤال هو متعلق في حاله الكومبلكس فاليو، فبالتالي هذه استبعدها. زين اذا انتبه على هذه، يعني هذه البي قصدي البي حاله الايفن، السي حاله الاود، هذول استبعدهم، فاحصر الاجابه هسه مبدئيا اما تكون هي اي او تكون دي. زين بما ان الموضوع متعلق بحاله الكومبلكس فاليو فانكشن، دائما عندي علاقه تربط ما بين الكونجيجيت وما بين السيجنال مالتنا. اوكي الخيار الصحيح زين انه اذا كان السيجنال مالتي، اذا كان السيجنال انه تتكون من جزئين ريال وايفن، احنا مو قلنا الكومبلكس بها ريال وبها ايماجينري، الكومبلكس سيجنال انه يكون هي ريال بارت وايماجينري بارت، فبالتالي اذا كان الريال بارت للسيجنال مالتي هو يساوي الكونجيجيت مالت السيجنال، اذا هذه هي تمثل حاله الكومبلكس فاليو فانكشن، فبالتالي الخيار مالتي راح يكون هو الخيار اي. خلينا ننتقل للسؤال 7. سؤال 7 when x of t is said to be non baryonic signal، متى انه يمكن نطلق انه الاشاره هذه اشاره غير دوريه؟ هل اذا كان x of t تساوي x of t زائد capital t، زين والتي هذه capital t هي نسميها satisfies for all values of t، يعني بمعنى اذا تحققت هذه المعادله هل هو هذا الشرط اللي تكون به الاشاره غير دوريه؟ او اذا كانت المعادله x of t يساوي x of t زائد capital t for only one value of t، لقيمه فقط واحده من t، اذا تحققت هذه المعادله لقيمه معينه يعني واحده فقط من t نقول هذه non periodic، او اذا كانت المعادله x of t تساوي ل x of t زائد capital t is satisfied for no values of t، او الخيار الاخير ان المعادله هذه هي is satisfied for only odd value of t. طيب القاعدة الأساسية لتصنيف الإشارة على كونها إشارة دورية أو غير دورية، أدي معيار أنه أولاً أنه أما الشكل العام للإشارة يتكرر بمقدار ثابت ونسميها إشارة دورية أو تكرارية، وزمن التكرار اللي هو كابيتال تي ثابت، بمعنى إذا كانت الـ x of t تساوي لنا x of t زائد كابيتال تي زين for all values of t، هذه إشارة دورية، إذا الخيار الأي يستبعد لأن هذا هو تعريف الإشارة الدورية. زين الثاني إذا كانت الـ x of t تساوي لنا x of t زائد capital t لقيمة for only one value of t، زين يعني مثلا الإشارة اللي خلينا نسميها sin wave sin of t تساوي لنا sin of t زائد 2 باي، زين هذه هنا نقول هي دورية لدورة تكرارية لوحدها، فبمعنى انه جاي تتكرر. زين الخيار سي انه الاكس اوف تي يساوي الاكس اوف تي زائد كابيتال تي فور نو فاليو اوف كابيتال تي، يعني ما متحقق الشرط، فبالتالي الخيار الصحيح عندنا اللي ينطبق عليه مبدا انه الاشاره غير دوريه هو الخيار سي. طيب سؤال رقم 8 all energy signals will have an average power of all energy signals، عرفنا او ذكرنا تعريف انه يمكن تصنيف الاشارة اما تكون هي energy signal او هي power signal، وذكرنا انه شو نقصد به، اذا كانت energy signal زين معناته انه هذه الاشارة يكون محتواها من الطاقة finite ومحتواها من الباور هل هو infinity zero positive cannot be calculated. زين الإشارة مالتي إذا كانت هي إشارة إنرجي، يعني صنفنا الإشارة على أنها إشارة طاقة، أولا محتواها من الطاقة لازم يكون عندنا فاينايت، ومحتواها من القدرة صفر، ومحتواها من القدرة صفر، إذا الخيار مالتي راح يكون هو الخيار بي. طيب سؤال 9، طبعا أنا بس خلي أنوه على هذه النقطة على سؤال رقم 8 لانه دائما الطالب يخطئ بيه. العلاقه ما بين الباور سيجنالز وما بين الانرجي سيجنال نسميها كليكسيسوز بيناتهم، اكو بيناتهم خلينا نسميها ثنائيه، لكن هذه الثنائيه ما متشابهه. شلون يعني؟
يعني إذا كانت الإشارة مالتي إنيرجي سيجنال يكون محتواها من الطاقة محدود ومحتواها من الباور صفر، لكن إذا كانت الإشارة مالتي باور سيجنال راح تكون محتواها من القدرة محدود ومحتواها من الإنيرجي إنفينيتي. فهنا الطالب خلي ينتبه على هذه النقطة، يعني الإشارة إشارة طاقة محتواها من الطاقة محدود محتواها من الباور صفر، الإشارة إشارة قدرة محتواها من القدرة محدود محتواها من الإنيرجي إنفينيتي. طيب ننتقل للسؤال 9. سؤال 9، الإشارة X of T أو X of N، يعني سواء كان في حالة الـ Continuous Time أو في حالة الـ Discrete Time، تعرف على أنها Energy Signal if and only if the total energy content of the signal is، إذا كان محتوى الكلي للطاقة في هذه السيجنال هل هو Finite, Infinity, Zero, None of the Mention. أذكرنا قبل قليل أنه الإشارة مالتنا نصنفها على أنه إشارة طاقة متى ما كان محتواها من الطاقة محدود، سواء كانت الإشارة مالتي هذه Continuous Time Signal أو Discrete Time Signal، فبالتالي راح يكون عندنا الخيار هو الخيار أي. طيب سؤال الأخير، Energy Signal has zero average power، Energy Signal has zero average power and power signal has zero energy، هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ إشارة الطاقة محتواها من القدرة صفر، وإشارة القدرة محتواها من الطاقة صفر، هل العبارة صحيحة أو العبارة خاطئة؟ لأنه شنو ذكرنا؟ ذكرنا أنه إذا كانت الإشارة مالتي إشارة طاقة محتواها من الطاقة محدود محتواها من القدرة صفر، وإشارة القدرة محتواها من القدرة محدود ومحتواها من الإنيرجي إنفينيتي، فبالتالي هذه العبارة تعتبر هي عبارة خاطئة. طيب بس هذه الأسئلة هي مراجعة للمفاهيم الأساسية اللي تناولناها بالمقاطع السابقة. الطالب خلي يشيك على نفسه، هل هذه يعني إذا كان أوكي الإجابات مالته صحيحة، خلينا نفترض 8 من 10، فهو خلينا نقول إنه مستوعب للأفكار للقواعد الأساسية، يحتاج إلى مراجعة يستوعب كل الأفكار حتى يكون فاهم كل المواضيع. إن شاء الله خلي نكمل بالمقاطع البقية، راح نأخذ تصنيفاتنا للرندم وديترمينستيك، نكملهم بشروحات مفصلة، والإنيرجي والباور، وراح ننزل مجموعة أخرى من الـ MCQ Questions.